كلما حل الصباح وأزف موعد العمل إلا وبدأت أفواج العربات في التدفق على الطريق السيار الحضاري، وعوض أن يكون الطريق السريع شريانا ناجعا لربح الوقت أصبح يشكل مشكلا حقيقيا أمام السائقين بسبب الاكتظاظ الذي يعرفه محور عين حرودة لساسفة كل يوم. ولينا كنلقاو المشاكل في الطرق تاني على هنايا هذا العادي، كنا لو طرد غير كنخرجوا للساسه ولينا حاصلين. كنربح الوقت اذا كانت كورسه بعيده بحال دابا محل حساني العين السبع كنربح الوقت شويه على دخاتوس المدينه ما كنبقاش طيب من ندوز. ولكن وقع فيها شي مشكل؟ وقع شي مشكل بقيت تما انايا ماشي من مصلحه الكليان ندوزو من تما، ما كنلقاش طاكسي اخر فاش تركب عاوتاني. وإذا هممت بمغادرة الطريق السريع عبر منفذ يخلصك من هذا الازدحام تجد نفسك أمام اكتظاظ آخر عند تقاطع الطرق، والأسباب في ذلك متعددة. الناس ما تنظموش حركه السير بيناتهم، لان انا با مال دو فوا هبطت انا كنظم حركه السير. ماشي معقول لو كيعطيو راجل الامن، كتلقى راجل الامن ما كاينش هنا وكتلقى اربعه ولا خمسه ديال رجال الامن واقفين الطرود كيتذاكروا بيناتهم. ماشي معقول. هاد طريق سيار كتطلب كذلك باش يعني التوسيع ديالها اللي اصبح الان توسيع ديالها اصبح يعني من مستعجل، وكيتطلب كذلك بناء طرق اخرى على صعيد الدار البيضاء لتخفيف من حده السير على الطرق على صعيد جهه الدار البيضاء الكبرى. في مدينه الدار البيضاء تستعمل 600 الف عربه الطريق كل يوم، رقم ضخم اذا ما قارناه مع المدار الطرقي لمدينه الدار البيضاء، مما يستدعي التفكير في حلول حقيقيه وسريعه للتخفيف من هذا الضغط.